منه ايه. لكن تعالوا مع بعض دلوقتي زي ما احنا متعودين بنقدم تقارير، يمكن بنحب دايما نقدم نشاطات السيدات المبدعات اللي عندهم لمسات فنيه او عندهم حتى افكار لمشروعات صغيره بيحبوا ان هم يقدموا من خلال هذه المشروعات فنهم الجميل. طبعا شغل الجلد من الحاجات الجميله جدا، واللي بنشوف السيدات المبدعات قد ايه بيقدموا فيها منتجات رائعه. هنشوف مع بعض التقرير اللي جاي وبعد كده نرجع نبدا معاكم اول لقاء. بس حبيت شغل الجلد الطبيعي، واول ما ابتديت ان انا عايزه اخش المجال اتجهت اول حاجه لجهاز تنميه المشاريع. قلت لهم حابه ان انا اخد كورسات واعرف انواع الجلود واعرف ازاي اخش الكارير بطريقه صح. وجهوني صراحه لمركز تبع وزاره الصناعه، خدت كورس كان مدته 3 شهور، خدت فيه انواع الجلود الطبيعيه وازاي افرق ما بينها، وسواء البقري والماعز والضاني وكل الحاجات دي وايه استعمالاتها، واهم حاجه ازاي اعمل باترون للمنتج من اول حاجه. يعني لو عايز اعمل باترون ازاي افصل الباترون اصلا، ما بقاش بشتغل بباترونات جاهزه. طبعا انا خارجه شويه عن المألوف، درجات اللي هي البني والهافان والحاجات دي، فبلعب في حته الالوان، فبيبقى عندي بقى مساحه احنا عايزين اصفر لا روز لا تركواز لا اسود لا لا لا، فبشوف الالوان المتاحه بنبدا بقى نحط التصميم على الجلد ونقطع ونخرم ونخيط ونفنش لحد المنتج ما يبقى كامل نهائي. طبعا برضو الجلد الطبيعي بيكون ليه طرق للمحافظه عليه عشان يبقى عمره الافتراضي اطول معانا. اول حاجه لو احنا بنستعمل الجلد او المنتج الجلد ده على فترات متباعده، فاحنا بنخزنه في قطعه قماش قطن، لازم قطن مش اي حاجه فيها بوليستر، ونخزنها في الدولاب، وكل فتره مثلا كل شهرين او ثلاثه نطلعها للتهويه لمده يوم ونرجعها تاني في قطعه القماش القطن. لو حصل والجلد اتبقع بيكون برده سهل ان احنا ننضفه، قطعه جلد قماش ونمسح القطعه مكان البقعه، او لو البقعه صعبه نبلها شويه ميه فيها صعوبه ممكن بالوايبس. اخر حاجه لو الجلده نشفت مننا مع الاستعمال وتعرضت بقى لميه كتير او عرق كتير، بكريمات البشره اللي خاصه بالعنايه بالبشره للسيدات او للرجال بنجيبها ونحط منها كميه بسيطه جدا، وقطعه القماش القطن نبدا نمسح قطعه الجلد بالراحه مش بخشونه او بسرعه وفي اتجاه واحد، بتبدا ترطب معانا قطعه الجلد وترجع تاني كانها جديده. اتمنى طبعا حجم شغلي يكبر، ومحتاجه ناس طبعا تكون شغاله معايا. الناس اللي انا عايزاهم يبقوا شغالين معايا السيدات المعيلات اللي هم ظروفهم مخليتهم محتاجين ان هم يكونوا بيشتغلوا بيدخلوا دخل، ان انا اقوم بتدريبهم وتعليمهم كل حاجه عن الجلد الطبيعي وعن شغل الهاند ميد.